اهلا بيكم مشاهدينا مره تانيه. الدنيا للاسف دار تنافس وصراعات وسباق، كله عايز يلحق، كله عايز يسبق غيره في المنصب، في الفلوس، في الغنى، ومفيش كل ده في غمضه عين بيخلص وبينتهي، وبيلاقي الشخص نفسه في قبر، يعني مفيش متر في متر، ويلاقي ان كل النهجان ده، وانه هو يعني بيتعب قوي علشان يوصل لحاجه في الاخر يعني ملهاش قيمه في الاخره. انما التنافس الحقيقي عايزين نتكلم عنه النهارده. بيشرفني دكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزاره الاوقاف الاسبق. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك وسهلا، بارك الله فيك. عايزين نتكلم عن التنافس الحقيقي اللي الناس ممكن تكون بتنساه وبتتنافس في اشياء هي زائله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد يحضرني قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقول الله تعالى في سورة آل عمران بالتحديد: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ قال الذين ينفقون، ده الصفة الأساسية، ينفقون في السراء والضراء. بعد كده في نفقة من نوع تاني بقى، نفقة أخلاقية، الكاظمين الغيظ. والأعلى منها كمان نفقة برضه، والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. فاللي عايز يسبق بالفعل عليه أن يقدم ما لديه من خير. إن شاء الله حتى لو ما عندوش فلوس عنده صفح، عفو، إحسان للناس ولو بكلمة. وعندنا حديث: اتق النار ولو بشق تمر. ودي لها حكاية عجيبة جدا. أمنا عائشة رضي الله عنها واحدة يعني سيدة كريمة كده، طيبة غلبانة، معاها بنتين شيلاهم على كتفها. فسألت أمنا عائشة فما وجدت عندها إلا 3 تمرات. خلي بيت النبي، أمنا عائشة ما فيش في بيتها غير 3 تمرات. فطلعت ال3 تمرات وادتهم لهذه السيدة. فطبيعي الست أعطت لمن على كتفها الأيمن تمرة، واللي على كتفها الأيسر ادت لها تمرة، وخلت التمرة لنفسها لسه بتمسحها وبتجهزها كده. البنت الناحية دي والناحية دي أكلوا تمرتهم وباصين لأمهم في التمرة اللي في إيدها. فراحت قسمها نصين، وعطية لدي نص وده نص، وما أكلتش هي. فأمنا عائشة عجبت جدا بالأمر، قد إيه رحمة الأم، وقد إيه عطفها، وقد إيه عطائها، وقد إيه إحسانها. ما بصتش على إيه يعني نص تمرة يعني، لا. ما هي نص تمر ده هو كل ما تملكه. هي تملك ايه غير التمره دي؟ كل ما تملكه. فلما حكت لسيدنا اسامه عن الموقف قال: يا عائشه اتقوا النار ولو بشق تمر. فاوعى حد يستقل. بالمناسبه دي يا فندم، في عند الحديث: سبق درهم 1000 درهم. ماذا لو انا معايا 1000 جنيه؟ وانا ماشي حد قال لي: والله انا محتاج بس اركب بمواصله وبتاع، بكام يا ابن الحلال؟ قال لي ب10 جنيه. اتفضل 10 جنيه اهي. فانا صرفت 10 من 10 جنيه من 1000 جنيه. شيء طيب، جيد جدا. طيب ماذا لو انا بقى في اليوم ده مش معايا ال1000، وهو مجرد حد قال لي انا محتاج 10 جنيه مواصلات، بقلب في جيب ما لقيتش غير ال10 جنيه، فرحت عطاها له. دي 10 جنيه وال10 جنيه، لكن ايه الافضل؟ بالتأكيد العشرة جنيه اللي ادتها له التانية، لأن معيش غيرها. تصدقت بكل ما أملك. ربنا ما بيقول لناش أنت تصدقت بكام، أنت تصدقت كيف، مش كام. وتفتكر حضرتك قصة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في التنافس بقى وفعل الخير. صحيح. سيدنا عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عايزين نجهز جيش العسرة، اعتدوا عليه الروم، فكان لازم يرد الاعتداء ويوقفهم عند حدهم، فما فيش فلوس، فعايزين تجهيز. فقال مين يجهز مين يجهز؟ فراح سيدنا عمر شاف في بيت قد ايه، وراح قسمه بالنص، نص للعيال ونص خلوا سيدنا النبي. وجايب الفلوس كتير كده في هدومه، مبسوط قوي. انا النهارده هسبق مين؟ هسبق ابو بكر. انا جايب كتير، ابو بكر ما عندوش قدي، فانا جايب نص اللي عندي، انا كده اكتر من ابو بكر. وراح رميه قدام سيدنا سلام وقال له: اتفضل يا سيدنا النبي. ايه يا عمر المال الكتير ده؟ ماذا ابقيت لاهلك وولدك؟ قال: ابقيت لهم النصف. ما انا جبت بقى كتير يعني. فسيدنا ابو بكر جاي من بعيد، وراح جايب برضه اللي جابه ايا كان قليل او كتير، وحطه قدام سيدنا سلام كده بادب وتواضع. فقال له: يا ابا بكر، ما ابقيت لاهلك؟ فقال: ابقيت لهم الله ورسوله. فادرك سيدنا عمر انه مش هينفع يسبق ابو بكر، لان الثاني اعطى كل ماله. طبعا القضيه مش قضيه انا بذلت كام،
ما واحد عنده مليار يعني لما يطلع مليون. لكن شخص ما عندوش إلا كوت يومه. تعرف حضرتك الصحابة كان الواحد منهم يبص على كوت يومه يقول لأجعلن منه شيئا لله. فإحنا ينبغي أن احنا نكون كده ونتنافس في هذا. وبعدين بعض الناس بيتصدق بس لما يبقى فرحان ويندر أن يعمل معروف ويطعم طعام ولا يأكل ناس ولا يذبح ولا بتاع لما يحصل له خير. إذا ربنا نجح لي ابني، إذا ربنا جوز لي الولد ولا البنت، إذا ربنا مش عارف شفالي مريضي، أنا هذبح وهعمل هعمل هعمل. ماذا قال ربنا هنا؟ قال ينفقون في السراء والضراء. والضراء لو أدرك الناس حقيقة الصدقة وجمال الصدقة وثمرة الصدقة لتصدقوا في الضراء أكثر من السراء. عارفة ليه يا فندم؟ لأن الصدقة في الضراء هتزيل الضراء. ما أنا مسحت على كتف إنسان غلبان، جففت دمعة أم بتبكي طبعاً على أولادها من الجوع، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلابد أن الله سيكفف برضه دموعي، وأن الله سبحانه وتعالى سيربط على كتفي. فإحنا محتاجين نفهم ده، محتاجين نفهم أن الصدقة مش بس من غنى، قد تكون حتى الفقير يتصدق ربنا يديله. صحيح. مين اللي محتاج الصدقة، الفقير ولا المتصدق؟ هل المتصدق ممكن يبقى محتاج أنه يطلع؟ والله يا فندم لو نعرف الحقيقة لقلنا المتصدق هو الأولى بأنه يحمد ربنا عجل أنه أولا جعله في هذا الموطن، نمرة اتنين أن اداله نفس سخية تعطي، نمرة تلاتة أن خلى فيه حد أقل منه يقدر يديله. إحنا اللي محتاجين ثوابها. المتصدق عليه كده كده هياكل، انا ما برزقش حد. هو انت فاكره حضرتك ان جميع زي البر والتقوى؟ ربنا يكرمهم ويعملوا مشروعاتهم الكبيره الجميله دي، بيطعموا الناس ولو من غيرهم مش هيطعموا. بالتاكيد هم سبب صحيح. بس في النهايه ده ارزاق ربنا مقسمها. فالشاطر ربنا هيبعت له رزقه. انما عن طريق مين؟ مين اللي هيفوز بقى ان هو هيوصل؟ هي دي الشطاره. ان انا اكون سبب، سبب بكلمتي او سبب بايصالي للموضوع او سبب بمالي، لكن كده كده الناس هتاكل والناس هتشرب. ولذلك لما القران الكريم تناول قضيه نتصدق بكام وصدق بايه، قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مش المستغنى عنه، لان الله غني عنكم. مش انتوا اللي ترزقوا العباد، الله هو الرزاق ذو القوه المتين. انتوا محتاجين تطلعوا من اللي بتحبوه. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى هيتقبل منكم هذه الصدقة قبل أن تقع في يد الفقير. فنقدم ما هو أفضل. ولعل حضرتك يعني قلت لنا قبل كده ربنا يكرمك ذكرتني ان ستنا عائشة كانت تطيب الدراهم والدنانير بتطيبها. ولما يسألوها دي راح لحد غلبان يعني بتطيبيها ليه؟ ستقع في يد الله سبحانه وتعالى. وأكثر من كده وكانت تطلب من الوسطة اللي زي الجمعيه كده مثلا بيوصلوا الحاجه، تطلبهم تقول لهم شوفوا السائل او الغلبان او المسكين هيقول ايه لما ياخد الصدقه. وبلغوني هيدعي بايه؟ دعا بربنا يكرمك، اقوم ادعي لنا كمان بيها. طيب. عشان الفضل يبقى لله وحده. طيب. يا ريت نوصل للنفس العاليه دي. طيب في بعض الناس يعني مثلا تقول له مثلا طلع اطعام فيقول لا لا انا احب اعالج. أو حد مثلا يقول عايز أعمل صدقة جارية مية. الأولويات دي بناء على إيه؟ أنا أحدد الأولويات بناء على إيه؟ الأولويات دي بناء على حاجة الناس اللي قدامي. قرية مثلا ما عندهمش مية. يبقى المية رقم واحد. ما عندهمش كهرباء، هنا ليه ناسين الكهرباء؟ مثلا يعني ماذا لو ما عندهمش كهرباء أقدر أساعدهم في ده؟ ماذا لو ما عندهمش أسقف وأقدر أساعدهم بده؟ ماذا لو عندهم الطرق وعرة جدا جدا وتقف في المطر موحلة وعملت لهم رصف طريق؟ يعني أوجه الخير كتيرة، مش عايزين بس نقف عند حاجة محددة. فيبقى الحاجة هي اللي تقول. مثلا في جائحة كورونا دي الدول كلها كبيرة وصغيرة احتاجت مساعدات بشكل أو بآخر. جهاز التنفس الصناعي دلوقتي صار شيء مهم جدا 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 جدا. ماذا لو ان رجل اعمال ولا اثنين ولا ثلاثه تعاونوا مع بعض وعملوا لنا 10 اجهزه؟ ده الحاجه الماسه. ماذا لو انا مستشفى بتتبني؟ صحيح. وفي مكان الناس محتاجه فيه الدواء. يعني ما ينفعش نقول بشكل مطلق ده اولى من ده. انما احيانا قد يكون دار العباده. احيانا قد تكون المدرسه. احيانا قد تكون المستشفى. احيانا قد يكون مشغل. اشغل فيه البنات واشغل فيه الستات. احيانا يكون النعم الارض يزرعوها وياكلوا منها. احيانا نوزع عليهم مناسب بقره ولا شياه ولا بتاع يرعوها وياكلوا منها على حسب احتياج. طبعا على حسب الاحتياج. هو ده. والشاطر بقى
اللي يوصل للناس يعرف هم محتاجين ايه فعلا. وينبغي يكون في ادله يدلوا زي الجمعيات كده، يكونوا في ادله يدلوهم الحته دي محتاجه كذا، المكان ده محتاج كذا، وهم بدورهم يقولوا بقى للناس وينشروا من خلال حضرتك، من خلال اي وسيله اخرى على التواصل الاجتماعي مثلا، يقولوا والله الناس محتاجه مكان فلاني كذا، فالناس تقوم تتبرع لهذه الحاله. طيب اهميه ان الواحد يعني يتحرى الدقه في الحاله اللي هو بيبعت، هل ده مهم ولا يقول لك المهم نيتي وخلاص وزي ما تيجي تيجي؟ طيب خلينا نقول مهم جدا 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 ان انا ابقى مطمن انا فلوسي بتروح فين، اقدر اوصلها بنفسي لفقير انا عارفه، ده بالتاكيد احسن حاجه في الدنيا. وحبذا لو كان الفقير ده من اسرتي، من عيلتي، من اقربائي، والاقربون اولى بالمعروف، والصدقه على المسكين الغريب لها اجر واحد. يعني صدقه ولما اعملها لحد قريب لها اجرين، اجر الصدقه اجر صله الرحم. يعني خالتي، عمتي، بنت خالتي، بنت عمتي، خالي، عمي، جيراني، كل ما يبقى الموضوع اقرب كل ما كان اثوب. طيب الحمد لله ربنا اكرمنا والاسر مستوره والعيله مستوره والقريه مستوره، تبقى ودي لمين؟ ناس في القاهره وفي المدن مش عارفين يروحوا فين، فتقوم تيجي بقى الجمعيات. وتبقى الجمعيات هي الواسطه بالنسبه لنا، والحمد لله رب العالمين خلينا نحسن الظن ونقول والله ما دام ما شفناش حاجه وحشه يبقى الناس كويسين، فلا مانع اطلاقا ان احنا نديلهم. وما دام اعطينا علينا ان ندرك ان الصدقه وقعت في يد الله، ما دام احنا الحمد لله ما عندناش دلائل تقول الناس دي وحشه، خلاص بنعطي لله رب العالمين. وبالنهايه بنبقى عندنا ثقه مطلقه ما دام احنا ادينا لله وقعت في يد الله. عندنا قصه عجيبه جدا، رجل نذر ان يتصدق او عزم على ان يتصدق في ليله، فماشي بالليل عشان ما حدش يشوفه، قابل حد رعت له صدقه ومروح. الناس الصبح قعدوا يتحاكوا ويتنضروا تصدق الليلة على لص. يعني طلع الراجل اداله الصدقه حرامي وهو ما يعرفش. قال يعني معقوله يا رب يعني اتصدق على لص؟ طيب بكره اتصدق. فجت الليله بالليل برضه ماشي راح متصدق على امراه. فبرضه الناس تحدثوا في النهار تصدق الليلة على زانية. سبحان الله يا رب انت زعلان مني على لص ثم على زانية، الليلة برضه هتصدق. فراح برضه يتصدق في الليلة الثالثة، تحدث الناس في الصباح تصدق الليلة على غني. الله. فقال يا رب سارق وزانية وغني، طب انا يعني اعمل ايه؟ انت مش قابلني خالص كده. فجاءه هاتف، تصدقت على لص فتعفف، كان بيسرق عشان محتاج، انت خليته مبقاش لص عشان مبقاش محتاج. وتصدقت على زانية فتعففت، بقت عندها فلوس فبقت قاعدة في البيت. طبعا مفيش مبرر للجرائم طبعا، بس احنا في النهاية بنقول ان يعني الحمد لله الصدقة لانها فيها اخلاص جابت نتيجتها، شافت هذه الامراض والعلل. تصدقت على غني فاتسى واقتدى. فالرجل انتشى وفرح. فالمفروض احنا برضه يبقى عندنا هذا الهم وهذا الحس، انا بتصدق لربنا، قدام مني وسيله اطلع صدقتي بنفسي الحمد لله، ما قداميش وسيله يبقى الحمد لله عندنا جمعيه زي البر والتقوى اقدر اتصدق من خلالها واحتسب صدقتي عند الله سبحانه وتعالى قبل ان تقع في ايديهم، والله حسيبهم وكفيلهم. صحيح. ونداءنا طبعا لكل، مش بس بر والتقوى، كل الناس العاملين في هذا الحقل وهذا المجال، الناس استأمنوكم فكونوا على قدر هذه المسؤوليه، لعل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لكم في دنياكم واخراكم. جميل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا في نهايه حوارنا دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزاره الاوقاف الاسبق، منورني على طول يا دكتور. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا، نشوفكم على خير بكره باذن الله.